وحنا الان في مدخل في منفذ راس جديد. الله يحفظكم الله ان شاء الله ماشي طيب ومعليش الوجود هناك راس جديد. هو ما فيش توقف يا فندي على راس الجير. والله من تاريخ ست من تاريخ حوالي شهر 6 عمرنا ما صدرتنا تعليمات من وزاره الداخليه بايقاف المدخل نهائي. ما وقفش المنفذ نهائي من جانب الليش. ونفاجأ امس او الامس في اجتماع رئيس الوزراء علي زيدان دكتور علي باصدار تعليماته بفتح المنفذ. لمن؟ المنفذ مفتوح، موجود مفتوح. احنا ما سكرناش، الجانب الليبي ما قفلش المنفذ. لم يقفل المنفذ. لم يقفل المنفذ، أنا من شهر 6 مكلف بالعمل هنا وما قفلش المنفذ. نهائي. الشغل قايم. والشغل ماشي الحمد لله. ومشكلين غرفة أمنية الآن مشتركة. مشكلين غرفة إن شاء الله تو مشكلين فيه غرفة مستقبل إن شاء الله، والأمور ماشية طيبة، كأجهزة نكتاية كل موجودة مشتغل وتشتغل وفعالة، ولكن بعض الأمور ناقصتنا فيه. خارجين على القانون. لا اللي يقصد فيه اللي بعض الامور اللي ناقصتنا احنا هناك هاي اللي نعاني منها اكبر مشكله المياه والصرف. هذه حتى في زيارتنا الفاتت قلت انت الميه والحمامات للمسافرين ما عندناش نشروا فيها شريط تاخذ فيها من خلال العهده اللي تصرف فيك انت. العهده اللي تصرف فيها من شهر 6 الى الان تقريبا صرفوا لنا 5000 دينار، هذه هي اللي صرفناها تو اليوم لنا 6 او 7 شهور نشرف الميه شريط. ومتوقفه العهد ولا تم صرف عهده يا فندم؟ ما تم صرف عهده جديده للمنفذ هنا كامل المنفذ. تم اجراءات قفلها العهده ولم يصرف. لم تصرف لنا. الميه حوالي تو ممكن اليوم ولا غدوه انا زملائي تو هناك تاي لو يطلبوني في الميه ممكن عاجز نجيبها. عاجز على الميه. وتصلنا بالجهات المعنيه هناك تاي ما فيش، ما عندهمش حتى بوفتي ميه، لو توفرنا حتى بوفتي ميه نجيبوا فيه على الاقل من زواره من هناك تاي من مصنع بكماش. مصنع بكماش. هاي. يعني ولكن الله غالب. هذا النقص الوحيد عندك فندم. والله حاليا تو يعتبر هذا النقص الوحيد اللي كيف تفاعل رجال الامن الوطني مع درع ليبيا اللي متواجد الان؟ متفاهمين ان شاء الله، متفاهمين مع بعض كل الاجهزه نكتب يتفاهموا ونجتمعوا ونجلس معاهم ونشيل انا حطينا شخصيه لكل المكاتب نشيلها نجتمع معاهم ونقعمز معاهم ونسمع اللي رايهم والمشاكل الداخليه داخل المنفذ كلها نحلوا بها. عمره ما صارت مشكله انك تهي وطلعنا برا من المنفذ ولا اشتكينا حتى لجهه اعلى مننا احنا. والامور تشتغل الان كويسه. ما مشيتش ولا شكوى من جهاز لا جهاز هنا داخل المنفذ، احنا هناك هاي متفاهمين. لكن المفروض يشكونا حتى يرعونا. كوزاره ولا كوزاره داخليه. تمكنتوا من حد من وزارات زاركم هنا في منفذ راس جديد؟ والله يزارونا. بالاطلاع على المنفذ ولا اطلاع على حاله حاله المنفذ يسجلوا ويرفعوا ولم يحرك ساكن. اتمنى لك التوفيق فندي. اي صعوبات بتحكيها؟ والله الصعوبات الوحيده كان يوفروا لنا وسيله نقل المياه. نقل الميه. نقل الميه اكبر مشكله واكبر حاجز بالنسبه لي انا كوزير المنفذ هنا. مطافي واسعاف يا فندي. مطافي موجوده، في مطافي موجوده صغيره هي ولكن تفيد بالغرض. تؤدي حاليا تؤدي بالغرض. اسعاف متواجده؟ اسعاف. اسعاف موجوده. كل الاقسام اللي الصحه والتفتيش موجودين متواجدين معاك المديريه؟ موجودين. تمنوا لك التوفيق انت وثوار ليبيا الابطال اللي متواجدين في منفذ راس جديد. ها فندي هذا شنو عندك من ما بتضيف؟ لا للمضيف اول حاجه نشكر الاذاعه الوطنيه لفتح هذه الفرصه لتقديم ما في جعبتنا من مشاكل التي يعاني منها اغلب اعضاء اللجنه الامنيه اللي تتشرف نعم. المطلب الوحيد بتاعي نسعى الى تطهير جهاز الشرطه بصفه عامه. بعون الله في قيام دولتنا حتتطهر. تطهير جهاز الشرطه نقصد به ان اللي موجودين يخدموا تو هنا في منفذ راس جديد من الطوار من الشرطه من الجوازات الناس هذو ما يحترقوا منذ تحرير ليبيا ومنذ تحرير منفذ هل الثوار. سيادة العقيد نعم. هل عندك انت في منفذ راس جدير ولا في مديرية الامن الوطني مشكك في حد او عندك تحفظ على احد المتواجدين معك؟ حاليا ما مش موجود، ما عندناش ناس متشكك فيهم، لكن احنا اللي نقصده من تطهير جهاز من على مستوى ليبيا. على مستوى ليبيا نجوا على سبيل المثال وليس الحصر مثال منفذ راس جدير كان في العهد الطاغية السابق
الامكانيات موجوده، السيارات موجوده، العهد الاسلحه موجوده، الذخيره موجوده كلها. تو في العهد في الوضع الحالي مديريه امن المنفذ ورقابه الجوازات لا تمتلك حتى سلاح شخصي لا بندقيه ولا كلاش لحمايه هذا المنفذ. معتمدين بالحمايه على درع ليبي. درع ليبي، كيف تعامل درع ليبي معك؟ يخدم ولا الوزير المفروض ينحيلها دبشه ولا روح معاش نبوي يخدم هنا. يا ناس تخدم صفحه بصفحه يا رجل. صفحه بصفحه، يوم يجي 10 ما يجيش، في الليلي 4 شهور مش بحناش خليك. هذا ما عندهاش وطنيه يا اخوي. ما عندهاش باه يشم يشروها لا. الله غالي. تو يطيح. تو يطيح قال الوزير. فهمت بيطيح كما طيحش الوزير من بيطيحها تو. حيطيح حيطيح حيطيح. باهي خلاص صاوا لينا تو احنا من التحرير هنايا. كل يوم نجو. الميه. الامكانيات والظروف الماديه. يا ودي ما نبوش احنا عادي حتى بخبز وميه نعيشوا. الله اكبر عليك. لكن نبغوا ناس تجي تخدم هنايا، نبغوا ناس تجي تخدم هنايا. فيه شرطه راقده. فيه شرطة راقدة في الحوش. انت اطلعت على قرار الوزير السيد دكتور؟ مطلعين في القرار، احنا ما نبوش قرارات. احنا نبو تنفيذ، نبو تنفيذ شيء على ارض الواقع. نوبة تخدم بعشرة اختام، نوبة جوازات تخدم بعشرة اختام. ونوبة تاني. ممكن تخدم ختمين. الله اكبر عليك، السلام عليكم. وبالله فيه صورة الجوازات القديمة، جوازات القديمة. فيه جوازات عمرها 25 سنة وقاعدة سارية مفعول لتو. الخدم المربع اللي داروه هذا في ايامات الطاغيه النظام الهالك هذا، هذا اللي حد الان قاعد. هذا يشكل حاجات غريبه عجيبه. نطمنك انا نطمنك يا فندي في منفذ راس جدير بان الان التسمية الدوله الليبيه حتغير الاختام وتغير كل الجوازات. والله اكبر على الليبيين. هذا مش عذر. هذا الاختام قداش يبوا فلوس؟ 10000 جنيه يجيبوا اختام؟ شنو هذه وقفت؟ احنا عادي ندوروا فيها، يديروا حتى بوركينا فاسو، المهم يجيبوا لنا قصه، يجيبوا لنا اختام جديده. الله اكبر عليك فندي. لكن عادي يقعدوا بالاختام اللي عندنا هنايا قديمه ما عادش تصلح. كل يومين نبوا اختام جديده. عيانا من الكلام، عيانا من الهدرزة، ما عادش نبوا قرارات، نبوا تنفيذ. عمي وانت داخل منفذ راس جدير